السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم أصدقائي؟ أخباركم؟ أصدقائي اليوم جيتكم فيديو جديد، أنا كثير بعتذر على القطع، كثير آسف، ولكن شوية ظروف صارت خلتني أني أقطع. اليوم رجعت من جديد، والشيء اللي جيت فيه اليوم هو أساسيات الدفاع، كيف تصبح مدافع قوي، أقوى مدافع بالمنطقة اللي أنت فيها. عن جد كثير ناس ما بتنفذ هاي الأشياء لحتى تصير بقوة دفاع، مثلا فان دايك، بيبي، راموس، في أشياء هي الأساسيات اللي الناس ما بتنفذها، الناس مفكرين بس السرعة واللياقة، ولكن في أشياء كثير للمدافعين مهمة حتى تكون مدافع من أفضل المدافعين في فريقك أو أسطورة فريقك بالدفاع، ما رح يقطعك حدي أبدا أو قليل حتى يقطعوك بالصدف حسب التلبك حسب تركيزك. لو كنت مركز 100% بالمباراة ونفذت الشيء اللي راح أحكي لك إياه ما رح حدا يقطعك أبدا. أصدقائي قبل لا يبلش في دلالة الصلاة على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله. أصدقائي بس لا تبخلوا علينا باللايك، لنوصل هذا الفيديو 300 لايك إن شاء الله، نقدر عندنا 4000 متابع إن شاء الله، منجيب 300 لايك بسهولة. مشاهدة ممتعة. أول شيء لا تندفع باتجاه الخصم بكامل قوتك. ثاني شيء أصدقائي ارجع مع الخصم للوراء ولا تعطيه مجال لمراوغتك نهائيا. ثالثا انتظر حتى يصبح الخصم قريب منك ثم فاجئه واقطع الكرة منه. هذا هو الجزء الأول من الفيديو أصدقائي، انتظرونا بالجزء الثاني إن شاء الله. ملاحظة، قمت بشرح هذا الفيديو على طلب أحد المتابعين، أي شيء تريدون شرحه أخوكم أبصافي بالخدمة. شارك الفيديو لأصدقائك المدافعين لكي يستفيدوا منك وشكرا.